العالم قد تغير وفيروس كورونا قلب كل شيء رأسا على عقب، ونحن ندرك أن الحياة بعده لن تكون كما كانت سابقا. ما الذي تغير وكيف سنعيش في الواقع الجديد؟ انتهت فترة منع التجول في السعودية، لكن الحياة تغيرت بالنسبة للمجتمع وبدأت حياة طبيعية من نوع مختلف. عادت الحركة مجدداً للشوارع وفتحت المحلات أبوابها بعد فترة من الإغلاق بسبب كورونا، وحلقت الطائرات في سماء المملكة وعادت الصلوات إلى المساجد. الإغلاق التام انتهى، لكن الجميع يتعاملون بحذر من الحرية المستعادة. والله خاصمونا السوق واحد، كيف؟ المهم مول هم اللي خاصمونا، قال لا ممنوع الدخول، ما ادري وش طلعنا دورنا كمامات دخلنا السوق. وليش ما كان معك من اول كمامة؟ ناسيها والله. كنت اذا جيت تسلم على احد من بعيد يقول لك ليش يا اخي انا فيني شيء؟ الان خلاص الناس كلها تقبلت الموضوع بشكل ايجابي وصارت العادة، يعني الجميع يلتزم فيها. يزور إبراهيم صديقه عبد العزيز لأول مرة منذ 4 أشهر متبعاً للإجراءات. زيارتنا هذيك غير مختلفة، كانت بدون كمام، الحياة طبيعية والسلام موجود. الآن بكون حذر 100%، يعني هو أخو عزيز وغالي، لكن المرض أجبرنا أن نكون حذرين في كل شيء. الله يكون بعون كل المتباعدين. قضى عبد العزيز عدة أشهر في عزلة عن والديه بسبب الجائحة. على قد ما هم مشتاقين لي، على قد ما هم قالوا اجلس في مكانك خلاص، يعني أريح لك وأريح لنا يعني وأأمن يعني بإذن الله عز وجل. دانا لم تعد المدرسة حتى الآن منذ بداية التعليق، رغم أن شقيقتها يارا تشتاق لصديقاتها والحياة المدرسية. أول كنت كذا أطلع، أول ما أطلع عندي درج طويل اشتقت له والله، بعدين أروح عند الحوش أشوف زميلاتي، أروح أدور عشان أروح عند المقصف. أول ما طلعت كل ما أناظر سيارة، كل ما أناظر شخص ألاقي لابس كمامة، ما في واحد مبين وجهه، كل الناس لابسين كمامة كمامة وأنا معهم. يعني هنا في البيت كذا يطفش خلاص، خلص تحس على طول أطلع، وإلا أنا في بيتي. نحن الآن على موعد سيجري بطريقة لم نتوقعها. والله أحيانا ما أسلم بعد، لكن الآن بالكوع أسهل وأخرج يعني. وجد معاذ وفريق عمله في هذه الأزمة فرصة لتحويل عملهم عن بعد. أول ما بدأنا كنا متخوفين، ليش؟ لأن ما كانت عندنا تجارب سابقة عن طريق العمل عن بعد. شفنا كل أحد قاعد يشتغل عن بعد، قلنا يلا يا شباب العمل عن بعد. احنا نشاطنا يعني فعاليات وتواصل داخلي. الغريب والصادم ان احنا شغلنا زاد وفرق وصار احسن بعد، تمام؟ وارتفع يعني ارتفعت خلينا نقول ثقه الجهات بالعمل عن بعد والفعاليات عن بعد. مع عوده الموظفين لاعمالهم، اجهزه التعقيم باتت من اساسيات المكاتب في العمل. من الاجراءات التي قامت فيها الهيئه توفير وسائل السلامه للموظفين من المعقمات، من المعقمات، من الكمامات، ومن أفضل الأنواع، وهذا حرصاً منا على خلق بيئة آمنة تتواكب مع متطلبات المرحلة. لما أكون أبغى أداوم من البيت أو بعد توجيه إدارة الموارد البشرية بالعمل عن بعد مدة أسبوع، بيحاولوا إنه يقللوا عدد الكثافة الموجودة للموظفين في المبنى، فأوقات بشتغل من البيت أحس كأني في المكتب، ما بشوف فرق. في الأندية الرياضية لا تختلف الإجراءات، اختبار قصير لدرجة الحرارة تمضي بعده قدما لتستعيد لياقتك. صعبة شوي، ثقيلة الرجعة، يعني نتكلم عن 4 أشهر واحد ما استخدم الحديد أو ما دخل في الصلاة الرياضية. صحيح كان فيه مشي وكان فيه بعض التعويض، طبعا الكمامة الآن شايلها بس عشان وقت التمرين، ولا لازم تكون تمشي في الكمامة خلال المشي طبعا في النادي. أمام المطاعم والمقاهي طوابير من المنتظرين، يبدو أن الكثيرين ملتزمين بتطبيق معايير التباعد المحددة،
لكن التحدي الأكبر ارتداء الكمامة أثناء تناول القهوة. أصلاً صار أنت لما ما تحس في شيء على وجهك كأنه في شيء غلط. أنا مرة دخلت سوبر ماركت كذا الأشعرية، أول ما حسيت بالمكيف دخل على وجهي ما في شيء باقي رجعت ركب السيارة. الترتيبات الجديدة غريبة والحياة في صورتها مختلفة، وما أحدثه الوباء في حياتنا من تغيير علينا أن نعتاد عليه كواقع جديد. محمد الرزقي، MBC الرياض.